حتى يتبين لهم أنه الحق. إن أي سلوك أيها الأحبة تظهر آثاره على وجه الإنسان عندما يكرر سلوكا محددا لفترة طويلة، تظهر آثار هذا السلوك على وجهه من خلال استخدامه لعضلات محددة بشكل أكبر من عضلات أخرى. فنجد أن الغني له وجه يختلف عن الفقير، نجد أن الإنسان المجرم مثلا وجهه يختلف عن تقاسيم وملامح الوجه تختلف عن الإنسان البريء. لذلك دعوني أتأمل الآن معكم ما كشفته الدراسات العلمية حول سمات الوجه، ونتأمل ما قاله القرآن بشكل مذهل جدا أيها الأحبة. دعونا نتأمل من خلال هذا الفيديو. طبعا في مجموعة تجارب أجريت في فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وجد العلماء أن ملامح الوجه تؤثر بشكل كبير على حياة الإنسان ومستقبله ونظرة الآخرين له. فالصادق يمكن معرفة صدقه أو التنبؤ بذلك من خلال النظرة الأولى لملامح وجهه. اللص والمجرم يمكن معرفة تقاسيم وجهه ودراستها والتنبؤ بإجرامه. كذلك المؤمن والملحد هناك فرق في سمات الوجه. كذلك إن الأحداث التي يمر بها الإنسان خلال حياته تترك آثارا على وجهه، ويمكن اكتشافها وتمييزها بالدراسة والبحث. سبحان الله، يعني من خلال ملامح الوجه يقوم العلماء بدراسة طبيعة الإنسان فقط بالاعتماد على ملامح وجهه والمقارنة بينها. فقد وجد بعض الباحثين أن كثرة تكرار أي تصرف يؤدي مع مرور الزمن إلى انطباع علامات محددة على وجهه، فشكل الأنف يتغير، شكل الحواجب، فتحة العينين، تقاسيم الوجه، نوع الابتسامة. وطبعا أكثر العلامات ظهورا على الوجه هي عندما يكرر الإنسان الكذب ويعتاد عليه، فتظهر آثار الكذب على هؤلاء الكذابين. أما الإنسان المؤمن فإنك يمكن أن تلمس إيمانه في وجهه، سبحان الله. لذلك يعني يعتبر العلماء أن هناك كمية هائلة من التعابير الموجودة على الوجه، والتي يمكن أن تكون مفتاحا لمعرفة شخصية الإنسان. فالإنسان مثلا المؤمن الذي يكثر من السجود، الذي اعتاد على السجود لله والالتزام بالصلاة والعبادات، ويكثر من الدعاء وهو ساجد بين يدي ربه، هذه لابد أن تحدث تغيرات في وجهه يستطيع المؤمن أن يميز بها. إذن الله تعالى أشار إلى ذلك عندما قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سبحان الله. كذلك هناك يعني شيء غريب أيها الأحبة، وهي دراسة علمية وجدت أن المجرمين تظهر عليهم سمات في وجوههم تميزهم عن غير المجرمين، لأن تقاسيم الوجه تتغير باستمرار مع ارتكاب الجرائم، وملامح الوجه أيضا تتغير بسبب كثرة الجرائم وكثرة المعاصي التي يقوم بها. لذلك قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، سبحان الله. أشار الله سبحانه وتعالى إلى سمات الوجه وعلاقتها بالإجرام. كذلك أيها الأحبة، فإن الإنسان الغني يمكن أن يظهر على وجهه سمات تدل على أنه غني. الإنسان الفقير أيضا بسبب الحاجة المادية وبسبب تراكم احتياجات الحياة وبسبب سؤاله المتكرر، يعني مثلا الذي عود نفسه على الترفع والتعفف والزهد يظهر ذلك في وجهه، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
لا يسألون الناس إلحافا. إذن الدراسة العلمية أيها الأحبة تقول إنك تستطيع أن تميز المستوى المادي أو الحالة المادية للإنسان من خلال تأمل تقاسيم وسمات وملامح وجهه، لأن سلوك هذا الإنسان يختلف طبعا عن سلوك الإنسان الفقير. فالإنسان الغني نجد أن له ملامح خاصة، تستطيع الدماغ أن يلتقط هذه الملامح ويترجمها في تترجم في الدماغ، ويتنبأ الإنسان بأن هذا الشخص غني أو فقير. هناك صنف وصفهم الله أن الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني كثرة التعفف لدى هذا الفقير، لا يسأل لا ينظر إلى النعم التي أنعم الله بها على غيره، لا يسأل الناس إلحاحا، لا يسأل أحد شيئا، لا يسأل إلا الله، تتغير تقاسيم وجهه وتظهر وكأنها تقاسيم لوجه إنسان غني. سبحان الله، يعني انظروا كيف أن الإسلام أيها الأحبة يريد دائما أن يعفك أيها الإنسان ويرفعك دائما، ولا يعني يجعل حاجتك إلا إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني أمرنا أن يكون سؤالنا لله عز وجل. فالآية الكريمة أيها الأحبة ربطت بين سمات الوجه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. إذن هذه السمات هي دليل على الغنى أو الفقر. البحث العلمي الذي كشف ذلك أنبأ عنه القرآن، والبحث الآخر الذي قال إن سمات وجه المجرم تختلف عن الإنسان البريء أيضا كشفها لنا القرآن. يعرف المجرمون بسيماهم، ربط بين الإجرام وبين سمات الوجه. بالله عليكم، هل هذا العلم يمكن أن يأتي من إنسان عادي لو لم يكن رسولا من الله عز وجل؟ والله إن هذه الأبحاث العلمية أيها الأحبة لتعزز الإيمان لدى المؤمن، وتكون دليلا وحجة على كل ملحد ينكر هذا القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.